شوف بلادي يدعوكم لاكتشاف 30 موقع سياحي خلاب بمنطقة سوس ماسة. مرحبا بكم في سوس ماسة. في رحلة اليوم غادي نعرفكم على منطقة ساحلية استثنائية بعيدة ب 60 كيلومتر على مدينة أكادير في طريق صويرة، ومشهورة بشواطئها الساحرة والبنان اللي كيزرعوا فيها. مرحبا بكم في فيلاج تمري. تمري من أحسن الوجهات الساحلية للناس اللي كتقلب على الهدوء والراحة، وحتى عند عشاق رياضات المائية بحال السيرف والكيت سيرف وغيرهم. هنا غزال ديال العمان، وحتى الرمله ديالو نقيه وزوينه. في تمري كاع الظروف متوفره للتخييم، الجو ديما معتدل، والبحر هائل بالرمال والذهبيه، وبالصخور الكبيره اللي دايره به اللي عند المد كتعمر بالماء وكتولي مسابح صغيره طبيعيه. وما بعيدش بزاف على فيلاج تمري غادي يمكن لكم تكتشفوا كتبان رمليه استثنائيه على ارتفاع 30 متر كتخليك تخيل راسك بحال الا في الصحراء. وفي هذه المنطقه بالضبط فين كتعيش اخر مجموعه من اللي بيشوف. هادشي بحال الا في الصحراء، ما نقولوش هاد البلاصه كتنتمي لتمري. من الحوايج اللي مشهوره بهم تمري زراعه انواع مختلفه من الفواكه بحال باباي، الرمان والبنان اللي كتعتبر من خصوصيات المنطقه ومصدر دخل مهم للساكنه ديال الفيلاج. تمري مشهوره بمزارع البنان الطبيعي اللي 100% بدون مواد كيماويه، وهنا فين تزرعت اول شجره ديال البنان في المغرب. وباش تشريوه نزلوا الفيلاج تمري، والكيلو كيبدا من 7 ديال الدراهم. ايوا كي جاكم فيلاج تمري، الى عجبكم وبغيتو تخيموا فيه كاين اوتيل وميزون دوت وحتى لي زابارتمون الكرا اللي كيبداو من 300 درهم للشخص. رحلتنا اليوم سالات، نتلاقاكم غدا باش نتعرفوا على منطقه جديده من سوس ماسة. السلام عليكم. شوف بلادي قدم لكم من طرف المجلس الجهوي سوس ماسة والمجلس الجهوي للسياحة بأكادير.